أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دعا كرم شخد تعالى مسار فراز وسار بلن بكت إن شاء الله الدنيا وآخرته، عيال ما صالح ومصلح بكت إن شاء الله، أبي هواي شهوته أبي هواي شهوته دنيا وأبا جنكا وأبا بسار مدهاتي، يا ربي تسار مسهلكي، يا ربي تعال مجي باريزي، يا ربي مو عيال مو ملتي ما حم يجي باريزي. آمين يا رب العالمين. هواسا بيش مرقب مجي باريزي أبد سن يجي شير دا خد تعالى إن شاء الله توفيق وابدت هاري كاري وابد نخاصم في صار ما خد تعالى توفيق وابدت إن شاء الله. أبد هاتين شهيد كان خد تعالى البحش تا خشات بكت، أبد هاتين بلين دار كان خد تعالى إن شاء الله شفاك عاجل بوا بنيلت. آمين آمين يا رب العالمين. درس اما که خود حسد که دل سر تشتی گله گله مهم بد او قیام اللیل. راستی او تشتی مهمه، او تشتی گرنگه، او تشتی کو پیغمبر و خود تعالی گرنگاتی داییه. گرنگاتی نه او او بگاه عالم اک بدیف کفتی، او عالم اک بگاه بره خود دتی و بگاه هزرا خود دی دنیا هدب که عالم اک بره و گله که کفتی دنیای گله که کفتی هندی و کو لباس لاو سیاره کلاو هر واسا خانی کلاو اره پیغمبری متحد ذکر نه بری مدایی آن نه هر واسا متحد ذهاد نکرن آن نه ام بینو برا خب نه زورینا ما بو کی ریا زورینا ما بو دفی خدایی او خدای کو او امداین او رزق مدد او اجلا مدد ده هر واسا هم برا خب نه او ام چی کرین چی کری ما او زاند که چت تجد بو ما باشه و از ویره بو خوشکو باید خواستان دوت خوام. واللهی تشتی گرنگ اف تشتی خود تعالی و پیغمبری گرنگاتی داییه، اف تشتی که خود تعالی بره ما داییه، پیغمبری بره ما داییه، واللهی او صد صد فایده انسان ده عون دنیا بری آخرته. و هکه خود حسد کرد ده معلومات که صحی ده بو خوشکو باید خواد وی درسی ده دیماهی که درسی ده دیاد کم که اف معلوماته شنیاتی کشف کرن که مسألة تهجد هذا وقيام الليل موف رابط كو فايدايك الصحي قلق قل لمازن يتدهي كو موش قلق يشاد بارزت أبد بقاذ عالمك تكفتي أفنا خشي وإيشي دقران أبد عالمك تكفتي حلو وكيد بيت علاجك أرزان والمالد محميا أو قيام الليلة هكي خدا حسك الدمايكا درسي دا نبو خشكو براد خدياركم دام زانن فعلا خدي حشمت كد. والله نين تشتكي خود تعالى أهمية دايه بيغمبري أهمية دايه اللح فايدة الدنيا عوليته دا بري فايدة آخرته شو هنا دي بيغمبر صلابة خود السربن نخلق يا عمر بن خطاب وهند الصحابة الدوريبين صحابك هات عمر بن عبسة خود جرازي بد قوتي يا رسول الله مدفيت تشتكي نشام بدي أس محتاج تشو تشتي دينابم تشتكي قلع مظن جعل الله في ذاك يعني أس قولي تبن يا رسول الله تشتكي وصاني شامل ده تعلمه وأجهله يفعلني حتى دي مهيك حديث يعني ما سألك أستشتكي وصابت السيد محتاج تشتان ابن بيغمبر صلى الله عليه وسلم والعمر زفري وقوتي يا عمر لقد سألني عن شيء ما سألني أحد قبلك يعني تشتكي وصاب أخوسكر تشتكي وصاش مدى أخوسكر تبسياركر کسی اف داخوازی ها نکریا و خود تعالی یه باکی دیماهی که حدیث ده بیجد این رب عز و جل یتدل من جوف اللیل فیغفر الا من کان من الشرکی اوه که خود تعالی بری دا هندی که قیام اللیل که بگوتی خود تعالی دیماهی که شوی ات ات عصمان دنیای و
همی گناها و همی تشتا غافلین اف گناهت انسان آکرین و ده تعالی حمیت غافلین اله شرک تنابد اله او تنابد او شریک بو خود تعالی چیکرین شریک بو خود تعالی او تن خود تعالی ما غافلیند جبه هنده افا مادم هنده مهمه مادم پیغمبری اف اهمیتا هدایه لازمت چاود نجده مزم بد لازم امج حزرا خود ویده بکن که مثلا اهمیت و گرنگیا وی والله فايدة الدنيا عولية تدا فايدة صحتها ما تدا وإن شاء الله دي بوا ديار كم الدماغي كدرس تدا بني آخرته هاي وصل كم بلو خبني بسياش بيغمبري هات نكرن يا رسول الله أي الصلاة أفضل بيغمبري لو زفران دو قوتي يعني بسياش بيغمبري دو قوتي كيش نذيش كيش أوا كو عبادت نذيش أوا كو أواش حميب خير تر أم بكين يا رسول الله راسن پیغمبر لواز فراندو گوتي الصلاة في جوف الليل او نفيجة نيفا شويدا ان دماهيكا شويدا او خيرترين نفيجة هر وصان برا خبني كو او اهميتك دتا في نفيجة ولازم ام وكيد بيت خمستاوية تخصيه در حق دا نكن وكي پیغمبر صلاوت خود السربن يعني حتى ولو يجي هندي هندي يعني يجي امر السرب سلمانا وان بينو برا خبني امرت حكمتا امرت دوائرا قانونك دائرك دينت وانسانك محتاج وي دائره بد لازمه وي رين مايه وي قانون الا هبجه بينت بغن شد بين قانونة خود تعالى ايد فايدة الدنيا عولت دا بريت اخرته شكو پیغمبر هما تقريبا ياكري ان ويكت حديث دا بمهاتي ديار كمن بيجر عليكم بقيام الليل ولو ركعة واحدة يعني مثلا الشياري نبيجة شبيب هكا خوه ركعة كبكن لازم أم قال الشياري في عبادتها بن أف عبادتها أو أوي كو أفد بدي ما جيكرين يعني ويكي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أتحديثك دريجة ما ديارت كد كو برينا قنا كدتا في يعني أو من قال الشياري بن شكو أفا نشانة مروفة خود الترس نشانة هندك وأفد عبادة خود تعالى ها أفن فيجتنا وكي پیغمبر وكي خود تعالى بعزة جلالات أخوة سورة الذاريات دعواتا تازده حتى نوزده بما متحد وادكت أفدكو متقيان وكي ده نشانة متقية كو أف كسيش خود الترس أفدكو خود تسليم خود تعالى كرين نشانة وابما ديارت كتد وانشانت آياتا دا إن المتقين في جنات ونعيم خود الترس اون اود ادبحشتا دا في جنات ونعيم ادبحشتا وخشيا دا وهيك تفقى بسيارة حني بسلمانا بكي دي بجنتا ام حميش خود ترسن ما كيش خود نترسد ما كيه دواجد بجد هزري بوغي چندي ناكد ازد بجمي نشان دي آيات دا بين اول دفتهنا هيك الدفتهن ان شاء الله تشواني اوش خود ترس وكي خود تعالى نشانة مروفت متقيد بجد آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين أو كأف وكيد الصدقة وخير وخيراتك أو كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أو الشافيج عند قيام الليل أنا كيد عبادات الشافيج تكلم بخارات بالنفيج الشافيج تكلم وبالأسحار هم يستغفرون وكيس بيدجت هاد أف بيدهاج حبيب استغفار هذا شو قال أبو خدعات كلم هر وصى والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما قال دعاء بخاطر أو نشانة نور المتقي إيك شو النشانة أو كم قالها صدقة وخير وخيرات أبكب هر وصى نشانة قديش نشانة نور المتقي أو رابط قيام الليل أف قيام الليل نشانة نورش خد الترسة هل تراد بي قيام الليل اذا نشانش مروش خود ترسا تب بيجاش خود ترسم ترسا خود تعالى الدف من لازم النشان الدف تهبن هر وصا تتشين بيج السحارة آن تو استغفار وكي بي دعاء السحاريات كي اذا نشانش مروش خود ترس آن بمتحد خود تعالى متحد متكد بچه بكومك عبادة يعني كومك عمل الصالح او ايكي خود تعالى بعزت جلالت اخوة سورة الفرقان آياتا شيستو سي و شيستو چار بما ديارت كي تتبجد وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الذين يبيتون ربهم سجدا وقياما
والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. يعني هذا نشانة عبادة خدي تعالى أين أو أويدكو مسألة هم دك رايد خب وابكن وبجنا ذا إسلامية وأن هر خدان الرها وأن أف أخفتنيتكو والمروض كنكم مروض جامع عبادة دي تخن أو وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يعني هذا سلامتيك وأزل دي فريكك وسط شن أو خدي حاجتكت هر بلا بجن. يعني قصد أبيد مبدع أبيد كو ويجد بيجن من حرف أبيد إيش خدي تعالى بدير أبيد كو رأي خم موجود بسلمان كن أبدا شو تشتبه خناك نمرق. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وهروسا السرد نفيجد نذن وربنا نفيجة جلجة عبادة خدي تعالى. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ودعيت أون يا ربي يا ربي تمش أجل جهنم خلاص كي عذاب جهنم جهلك يا جيران يا ربي تم حميج بارزي أنا بياخدني كو أذا ريكا خدي تعالى بين مداية عبادة خدي تعالى أهافنا نشانة وأذنا لازم من ديفان نشانابن لازم أن وصى هزر خد ضع عبادة دبكن نعم الديف ذي قايبش نأف ريدماو تشتد ذي قايبه هاتين دينانو عالم قلق ديف كافتي وأكيد بيشت وقت خدني نخاسم اف انترنت ذي قايبه واف فيسبوك ذي قايبه حتى سعد دي شذي وشدت عندك حتى سحاري شدت نان نفيجا خوا سحاري لكن دي سن هندي مذن أي تشد بيجي أذن نشان الموضوع المتقينة أذن نشان عبادة خدي تعالىنا بلا نابتة شند سلمان بب بلا بابتة حجيب بب بلا هكذا بينه بلا خبني بيغمبر صلاة خدي السربن عائلة خجاني كون كرغوتي يا جلي عائلة من يا جلي كتشب محمية كتشب خواه وجن كتب خواه حني كون كرن قوتي والله نبي جنس بيغمبر خدي تعالى ما آن هم بينا مش عائلة بيغمبرنا نيناس فيدايك الإيك شوابكم هر كسك لازم عملي بخب كد هن ام بيل بي خبنا و عائلة پیغمبری بي ام ذي قاوه خب وكيد بجن افا نواستيكا دنيايا افا ندائريكا معاملات دي بمشت نخر والله عدالتا خد تعالى ابدا چواستا قبيل ناكد و اواسا چود برتين اجا قبيل ناكد افا وكيد بجد خد تعالى هر كسك ذيب كد افا خد پیغمبری گوتي افا پیغمبری بل مدائي والله سر فرازيا دنيايا اخراتي آيات ويرا اگه خود تعالی بعزت و جلالت خواه ات آیت قادی در بما دیارت که تدبیجد تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة عین من قرة عین جزا بما كانوا يعملون. ام بیل بیو خبنیکو خود تعالی متحت وان کسات کت اویدکو ربنا قیام اللیل وطانشت تو اخنا جرن المهراب هندا نفيجاب كن او كو خد تعالى مدحت وات كت كو ولا خد هاي وسط دعات كن كو دراب من دعات كن و اذا عبادتك كت كانت في وقت دا يعني هم بلا خد خد تعالى مدحت وات كن هاي وسط بيغمبر صلاة خد السر بن يعني هم بلا خد ني اهري اهري چند خوشا هل اردك مروب چتي هما شودد مروب ماشي بن هم ایک هبت حش مورد که تو وید کت اواد دلی مورد خوازد از بیجم اوه هر کسی که قیام اللیل بکت و خطسلیم خود تعالی کت و عبادت که درست به خود بکت قیام اللیل ده والله او دیب دست کبت اوه خود حجد کت و هر تشتاکی دنیای ده بس نبی امیا خود بد والله خود تعالی دیب دست یو خد یعنی اکی پیغمبر صلوات خود سر بن حدیثه که پیوز ده بمدیاد که تدبیجد سي كسن خود تعالى جل حشوات كد ايك شو اوا وكي پیغمبر در حق ايدا بيجد بيجد والذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن فيقوم من الليل فيقول يدرك شهوته ويذكرني. يعني خود تعالى در حق ايك سيدا بيجد بيجد اي جنكك لو هبب هر وصا وكي بيجد نبينك نرم وحليم هبب اشناف نبينة خرابب وجنكا خب هيلد وبشد دست نبيجه كي بيجرد وهم دا عبادتي بكت ها خود تعالى حجوات كد او كسيد كو فيد كن چكو پیغمبر در حق وي كسيد تمايكا حديث دا تيتا دياد كن بجد تشياه دينا كد بس ها اويد كد بوچه دا خود حجب كد وازل فيد بجم يا ربي تماش حمياش وحساب كي او كسيد وي عملت كن او خود بي حشوات كد
أيت شولي توي الدنيا وآخرتي بسويك ذبين أيت وصابن كو خذ تعالى حمي كارو حمي داخوزي توا أبجه بيند أنت حديثة قادة بيغنبار بنا دياد كتب بيجد إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمن الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه مينا ساعتك يا تشاهدة كو أو رابط قيام الليل وكان نبيجا بكتو دستي خب لنك بغنبار خذ تعالى دا خوازا خب جهنت درجي خد تعالى والله خد تعالى دستي تيوالا نازل رينت وباش وباش بزانن هر كيسا كد في وقتي دا بكت خد تعالى الله ددته وهكا هندك هبن وبيجن ماني ازد كم خد تعالى چون دامن ازد بيجن والله خد تعالى تشتكي باشتني دايتا چوكو خد تعالى سي تشتا بدل تشتكي دتانو يعني مينا كيسا في وقتي رابط ودعاش خد تعالى بكت خد تعالى دستي تيوالا بزورينت هيك او تشتي ودا خوسكري خد تعالى بجهنينا خد تعالى دي تشتكي بواشتر دتي وهيك اذجناكر خد تعالى اجرك وثوابك جلك جلك مزن ويا ان بتر محتاج اول اخرتي خد تعالى دتي وابدا بجي هيك جل مزنا انكو هر كسي كي رابط قيام الليل والله مين دستي تيوالا بزورن الا خد تعالى تشتكي جلك جلك مزن دتي شبه عندي پیغمبر ابا نشكي سخد بجد پیغمبر صلوات خود سر بن و که خود تعالی در حق او داد بیجد ما و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى نه تشتاق خود پیغمبرش کی سخا بیجد از به همین دن به خود نه کو خود تعالی سر از مان پیغمبر لازم ام گلا گلا تشیاری بی وقتی بن و ام لازم یعنی وک امر خود تعالی وک امر پیغمبری لازم ام گلا گلا می تشیار بن اجبر چه اجبر وان نقطه اوید کو از بو خوش کو برات خود یار کم یا ای کی او پیغمبری گلا گلا اهمیت یاد ایه وک عائشه حدیثه کی دبو مدیار کی تو بیجد پیغمبر گوت پیغمبر یا رسول الله تو بو چه رحمت نفسا خنابی تهنت عبادتي بشهد كي حتى بتتبقن پیغمبر نزوران دوگوتي افلا اكون عبدا شكورا اني هين بايت كنت اشتكي پیغمبر اهميت بدتيو چه فايده تدن ابن والله هذا مستحيلة جبر ذي جبر قدر قرتنا خد تعالى قدر قرتنا في پیغمبري وقدر قرتنا اي تشتي ايت كت لازم ام قلت الشياري ويبن چكو پیغمبر قلت اهميتك ام مزن يا داي في قيام الليلها هر وصا كن برو خبني ولكن اچا ديار كري ازباب مزن او اكو داخل بينا بحشته هنا با خد تعالى درجحي كم مزن ابو بحشته وكن برو خبني پیغمبر صلاوة خد السر بن ولكن هاتي مدينة هنا برو خبني عالمك لي كومبي و عبد الله بن سلام خديجه رزبت بجد اجت ما في عالم دبي مخنزي كي پیغمبري كير قلت من قلت كاش اف پیغمبري هذا چي بجد قلت وكي جاوت نو بريد پیغمبري كرتين صلاوت خدي سر بن قلت والله مو قلت اف منو وجهي ناجي درينايا واول اخفتنا جدا في پیغمبري دار كفتي المدينه قلت يا ايها الناس وقال انسان اقول قازي انسان دور بيت خو حميا كير وقازي حمي ايت بسلمان بن كافر بن جهي بن چكو جهي جه المدينة زحف بن يا قال انسان افشو السلام قال اصلابي يكو دبكن هل وصا افشو السلام واطعم الطعام وصلوا وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام يا قال مسلمانا يا جل إنسانا أفش السلام جل أصلابي كدبكن هل وصى زادي الدنيا يكدو خاصة أذيت فقير زادي أم الدنيا وأم هاريكاية وابكن هل وصى أم سردانا يكدبكن وأم مروفاتي جبير نكن وهل وصى أم قيام الليل جبير نكن والله بسلامتي أمش نبحش تدا أنكو إيكش درجيه مظن أذيت خد تعالى برما داي قيام الليل أمد إما هيش نبحش تدا از بیجم دا خوازی هر بسلمانه که آوه که خود تعالی جی رازی بتو بتا بحشته اما درگیه که گل امازن خود تعالی ما پی بتا بحشته هر اصلا بیم برو خبنه درجات گل گل امازن خود تعالی الوکی بیجم بحشت دتا ما وکی ابی مالک العشایی خود جی رازی بود بیجی پیغمبری مش گل پیغمبری بی صلابت خود سر من گود این فی جنت غرفا یارا من ظاهرها من باطنها باطنها من ظاهرها اوا بوكينا كوكي بيجد من از ده پیغمبرين پیغمبر صلوات خود سر بن ادگود هنده غرفه هنده مزل يل بحشت هين
هندت لاون كموف هيك بشتا جوبا يجدر بين هيك يجدر بجي يجور بين يعني حميب لؤلؤ مرجانه وقال اكلاوي تابين خملاندن ابو كينا قال لمن اطعم الطعام او كسا ايزا ضد فقيرا والام الكلام اهكو اخفتني تويت نرمو حليم بن عالمك بناء شينت رايت سقط نجد خبرا نبجد هلوصا وتابع الصيام او قال الرجاب قرد نهما رجيت رمضان تنبت ورجاي جاود نجد حتى رمضان دي سابد وافشى السلام قال صلاة عالمك كد وصلى بالليل والناس نيام او نبجب شبجب كد وعالمك النفستي أفج دلجها كي جانا مزنا والمتكن كو بدا سبب هندي كو أوا موف جالا قيام الليل بكن هوا صاخد تعالى مدح توان كسات كد أيد كو ربنا قيام الليل عباد الرحمن أيكي متوئة تابيروز دابو خش كبرات خد يأكلين عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وحتى دي مهيكاتي خد تعالى مدح خد كد أبوان كسا أو كسيتكو ربنا قيام الليل هل وصا أمبر خدمي وكي خد تعالى الدر حق وادت بيشت أو شاببين بو إيمان أوان كسا أو كسيتكو ربنا قيام الليل وكي بيغنبس لابد خد السلام تحديثة كي ربنا ديات كي تبيجد إنما يؤمنوا عن آيات القرآن وكي خد تعالى بعزات وجلالات خدمة ديات كي تبيجد إنما يؤمنوا بآيات من الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون أو كسيت إيمان بآياته وكيد بيتشير خد تعالى نازل كين أو كسن أويد جلا تسبيحا دن هل وصى أوين أويدكو ذكر خد تعالى تكن خد تعالى إن شاء الله في عبادتها إشمانا كيد والمد كيد كوامت حريص وحماسي بن السري أوكو بيغمبر وكيد بيت بري مدتي الدماغي كي مقود أوا كما رغبني كو بيغمبري وصحابة يعني بيغمبري آيات القرآن خد تعالى بري مدتي كو أوا كو فايدة دنيا ما قلت يتدعي بني آخرتي أدنى علماتا صحي جلام بو خشكو بيات خامد فيتس ديار كين أوا هاتي اكتشاف كين كو نخاصن عن الزمانة كي برفرهي دانا وفيقوا نعمدة خد تعالى قلع قلع كسر ما زحفن انسان دي فراويني خوتو شيفي خوتو چهبت فيقي خوتو چهبت چلازي خوتو قلع تشتا دي خود أثنى عيدية حميدة هيرت أثنى عيدية حميدة تشتتشتت ناف بي خويني دا أف خويناها جران بي وبتا سبب هندي هكا موف جالك ساعتا نفست انا مثلا شاش حف ساعتا ده ساعتا السريق نفست بتا سبب هندي جالك رهتين اجرتن جالتا تشيد بن او باقينا وارها آن ساكنين وان رهيد دلي بتا سبب في چاندي سبب چه؟ سبب في خوارني حني خود تعالى بو چه اف خير وبركتك ندوي اختي دا او دامزان خود تعالى بذيد انسان رابط ورابط حركه كيب كيب وشلقانك بكيف تلاشي إنساني وهند حركات أنا خاصم ظن لبيجا إنسان وكيد كيب لبينك باش بو إنساني چيد بيت أف خيناها يا جران أباب تير زاد و تير دون و چيد بيت قلق تشتي ما يتكين نافده أف خيناها حركاتك بيسات كيفتي بتا سبب هندي إنسان ما كيفتا چر جلطا دا ونابتا سبب هندي چر رهجن هاينا جرتن شبهن دي أز بيجما خوش كبارد خوال الله فايدي الدنيا عوليتي دا بري آخرتي ودي تعالى إن شاء الله مش حمينا خشيا وش حمي داردو إيشا بارزت بري مبتيا خد تعالى بري مدائي والحمد لله رب العالمين.